المطار وثقة المغتربين سبقت الإجراءات القضائية التي كانت من المفترض أن يتم اتخاذها سريعا بحق صحيفة تيليغراف التي ادعت أن حزب الله يستخدم مطار بيروت لتخزين أسلحته. هذا تشويه لسمعة مطار رفيق الحرير الدولي بيروت. عم نعمل دراسة قانونية مع رئاسة الحكومة اللبنانية حول الإجراءات القانونية اللازمة التي سوف نتخذها بحق تلك الجريمة. أهم شيء عمل اليوم إعلانه أنه بده يرفع دعوة قضائية على الديلي تيليجرام، فمشان هيك أنه كلنا منشد على إيده ارفع الدعوة بكرة. الصحفي جان عزيز وضمن برنامج هلأ شو كان واثقا بأن الدولة اللبنانية لن تحرك ساكنا ورفع تحديا مستندا إلى أن أي دعوة لن تقدم. بدك تروح على القضاء البريطاني وما حدا ينظر على اللبنانيين، اليوم في انترنت وما حدا يستغبي اللبنانيين، بتروح هلأ بترفع دعوة. أنت عليك شغلة وحدة، أنك تثبت أنه ألحق ضرر بمطار بيروت. تيليغراف شو عنده؟ عند البردن اوف بروف، او هذا الكلام صحيح وانتم متآمرين، او هذا الكلام خاطئ ومش مسترجين لسبب كبير ومجهول. تروحوا على الدعوة، انا ناطركم وين صارت الدعوة. وبعد أكثر من أسبوعين على تشويه سمعة مطار بيروت، كشف وزير الإعلام زياد مكاري للجديد أن وزارة الخارجية في صدد توجيه كتاب إلى السفارة اللبنانية في لندن تطلب الاجتماع بالصحيفة لاستيضاحها ومحاولة الوصول إلى صيغة لإعادة اعتبار لبنان، وإلا سوف يتم الادعاء على التليغراف. وبحسب مصدر دبلوماسي متابع للقضية، فإن المسار الدبلوماسي القضائي في حال قررت الدولة اللبنانية متابعة القضية حتى النهاية يجري وفق التالي: بتكليف من الحكومة تعد وزارة العدل الملف وترسله إلى وزارة الخارجية التي تخاطب أصولا السفارة اللبنانية في لندن التي سبق أن زودت المعنيين في لبنان بالخطوات التي يمكن اتخاذها بعد إجراء استشارات قانونية. وبحسب المعلومات فإن وزارة العدل لم تنجز أي مسودة لأي دعوة قضائية حتى الساعة، وهي بانتظار هيئة القضايا. المسار الأول تكلف السفارة بمراسلة صحيفة التليغراف وطلب إزالتها المقال لاحتوائه على أخبار ومعلومات غير صحيحة. المسار الثاني التقدم بشكوى لدى الهيئة الناظمة للصحافة المطبوعة في بريطانيا التي تشبه المجلس الوطني للإعلام في لبنان. هذه الهيئة لديها صلاحية قضائية وتصدر أحكاما، علما بأن قراراتها غير ملزمة، إلا أن الصحف البريطانية الكبرى كالتليغراف سبقت أن ألزمت نفسها بأحكام الهيئة. وبمجرد ما أثبت الفريق المدعي اللبناني أن المقال غير صحيح وعرض سمعة مطار بيروت للأذى، وكان من الممكن بسببه أن يتأثر لبنان اقتصاديا وأن يعرض السلم والأمن الأهلي للخطر، الحكم يكون بإزالة المقال ودفع تعويض مالي تقدره الهيئة الناظمة للصحافة المطبوعة البريطانية. وعادة ما يكون النظر بالقضايا سريعا وتستغرق مدته بين 3 و4 أشهر. المسار الثالث تتابع السفارة تكليف مكتب محاماة بريطاني برفع دعوى قضائية أمام المحاكم المدنية، وفور إثبات الجهة المدعية عدم صحة المقال والضرر الذي سببه يصدر قرار بإزالة المقال وأيضا بتعويض مالي، والوقت الذي من المتوقع أن تستغرقه القضية نحو 6 أشهر.